يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الاستدلال بكفر تارك الزكاة من غير جحود بقول الله سبحانه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كما حصل الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة؟ لا، هو جاء في الأثر أن لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، حديث شقيق بن عبد الله، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا دليل على أن الصلاة لها خاصية بين الأعمال. نعم.